بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة النساء يقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن الشيطان وفي علاقة هذا الرمز للشر وهو حقيقة مع الناس ومع الإنسان، يعدهم ويمنيهم: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن هناك فرق بين اللفظ والصوت والكلام وبين العمل، فهناك من شياطين الإنس والجن من يتكلمون ولا يعملون، وكلامهم مزوق، إذا سمعتهم فإنك تسمع كلاما في ظاهره أنه طيب وفي حقيقته أنه من قبله العذاب، أو أنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة، أو أنه يفسد ولا يصلح، يدمر ولا يعمر، وهكذا كلامه بس. وده اللي بيسموه اخوانا الشوام طق حنك، يعني حنكك بيشتغل والعمل مفيش. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والشيطان يرتكب تلك الكبيرة فيأتي ويسول للإنسان كلاما مزوقا يقتنع بظاهره لكنه لا حقيقة له. وهذا الذي لا حقيقة له هو المسمى بالغرور، غرك أي خدعك، مكر عليك، يعني بالبلدي ضحك عليك، وضحك عليك بموجب ايه؟ كلام بيكلم، وسواس، خناس، فيعرض القضية بطريقة ويدخل من مدخل إذا ما تأملته وجدته أنه مدخل مزوق جميل، إنما إذا ما تدبرت وتفكرت وأدركت المآلات والنتائج عرفت أن هذا المدخل مدخل مهلك. وإن يقولوا تسمع لقولهم، أيوة ما هو إيه في لحن كويس قوي، ده صفة من صفات مين؟ من صفات المنافقين. وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام تمام، إنما الحقيقة إيه؟ لا غير كده. إذن فمن صفات المنافقين ومن صفات الشياطين ومن الصفات التي يمقتها الله سبحانه وتعالى ويجعلها كبيرة من الكبائر هي أن تزوق الكلام وتعيش فيه. الكلام أصبح هو الأساس، في حين أن الله سبحانه وتعالى جعل العمل هو الأساس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذه الحقيقة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن فما هو الذي تفعله فعلا من أجل عمارة هذا الكون؟ هذه الحقائق البسيطة الواضحة اختلطت على كثير من الناس عبر العصور، وأكد الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الأمر إنما هو متعلق أساسا بالعمل، ثم يأتي القول يصدق العمل. أما إذا فقط كان بالقول دون العمل فهو هباء منثور عند الله سبحانه وتعالى. ومن الجماعة الحكماء يقول لك زي الوز، حنية بلا بز، يعني ايه؟
ما هو زي الوز يعني الوز وحنية وبلا بز. الولد إذا بكى فلا يكفي أن تحتضنه كده في حضنك، لأنه يحتاج إلى طعام، والطعام يأتي من إرضاع أمه له. تديله طيب أنت هتعمل إيه؟ ما عندكش حاجة تديها للولد، فتروح تجيب له كيلو كباب، ياخده ولا ما ياخدوش؟ برضو بيعيط، تقول سبحان الله ما أنا دفعت لك أهو وجبت لك أغلى حاجة موجودة وأحلى حاجة، من أحسن واحد حاتي في البلد كبابجي، برضو الولد بيعيط. وبعدين تروح تجيب له تفاحية كده حلوة كده حمرة، تفاح لبناني اللي ليه ريحة ده بتاع زمان، برضو الولد مش هياكل، برضو بيعيط. ليه؟ هذا مش هو ده اللي طالبه، مش هو ده العمل، ده تزويق في الكلام. ايه شفتش طفل رضيع عنده 3-4 شهور بياكل كباب وكفتة؟ شفتش طفل رضيع عنده 3-4 شهور بنقطع له يعني كده التفاحية فبياكل؟ اذا كان هو اصلا ملوش اسنان هياكل ايه وهيبلع ازاي وهيستطعم ايه؟ هو عايز رضاع. يبقى ادي الكلام بتاع انه ساعات الواحد يبقى فيه تزويق وما فيش عمل، ومن التزويق ده الكلام. يقول لي طب وما نعمل ايه؟ ارضعوا ابناءكم. الناس محتاجة يا اخوانا للدين، وميدوها برنامج تاني غير الدين، فالناس تعيط برضو، مستمرة في ايه؟ في العياط، مستمرة في العياط. دي حاجة سهلة خالص، ادي لهم الدين وهم قلبهم ينشرح، فمش راضين يدوا لهم الدين وساعات بيجيبوا الكباب. يبقى ده ايه؟ من شغل الشياطين. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.